السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا نستفتح به أبواب الفضل الواسع، ونستمطر به صيب هتان الجود الهامع، وصلى الله وسلم على من تطيبت بذكره المسامع، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، أول متلق لفيضك الأول، وأكرم حبيب تفضلت عليه فتفضل، وعلى عترته المطهرة وأصحابه الكرام وتابعيهم على الأثر زمانا بعد زمان وأوانا بعد أوان. وعندما قيل أن العنوان متصل بمدارج المحبة تعجبت وقلت: أو في السودان؟ ومن عجب إهداء تمر لخيبر وتعليم زيد بعض علم الفرائض. وهل بقي في زماننا شعب يهيم بالمحبة برمته كشعب السودان؟ وهل قامت وشائج هذا الشعب واتسقت وحدته على مدى القرون إلا بعصب المحبة؟ وهل ثبت هذا الشعب ثبات الجبال الرواسي مع توالي العصور من ورود أذى من الداخل والخارج واحتلال واعتلال، وكل ذلك يأتي ويمضي وهم ثابتون على هذا الدين إلا بسبب ما أفرغ في قلوبهم من صفو الوداد؟ ولكن لا بأس، لا بأس، فتجديد عرض البضاعة على أهلها يصح من طرق، والحديث عن مدارج المحبة شأنه عظيم وخطره جسيم، فهو حديث عن لب هذا الدين. روح الإسلام هو الحب، وأشرف ما أنزل الله تعالى من السماء إلى الأرض من معاني الصلة التي تتحرك لها الأرواح والقلوب هو الحب. حتى التوحيد الذي هو لب رسالات السماء حقيقته حب، وبدون المحبة لا يستقيم التوحيد ولا يستقر، وبدون المحبة لا تتغلغل أنوار حقائق التوحيد في القلوب فتثبت أمام عواصف الأنفس ورغباتها وحظوظها. إي والله، ما ثبتت قدم على حقائق التوحيد إلا والحب مثبتها. ولقد أرانا الله سبحانه وتعالى عبرة لنعتبر عندما أبى إبليس أن يسجد أعاذنا الله تعالى منه ومن وسواسه الخناس، وسأله الحق عن امتناعه، كان أول ما أجاب به: أسجد لبشر؟ معنى أنا أسجد لك. وإبليس كما ذكر أهل العلم أمضى حياته في السجود والعبادة حتى أرقي وهو من الجان ليكون في مصاف الملائكة المقربين في صورة قرب تتناسب مع صورة العبادة التي كان عليها. ولكن لما لم تكن تلك العبادة ولم يكن ذلك التوحيد قد ارتبط بحقائق المحبة، لم يدرك معنى أن مقتضى الحب
أن تترك ما تريد لما يريده المحبوب. فلما أمر بالسجود لم يسجد. نعم الكبر كان دافعه، والعجب كان حامله، والحسد كان قائده. العجب كان حامله، والكبر كان مرشده، والحسد كان سائقه. لكنه عندما عبر عن رفضه قال: أأسجد لبشر خلقته من طين؟ أسجد لك أنت، نعم وحدك، أسجد لك أنت وحدك نعم، لكن لبشر لا. هذا ضرب من التوحيد، خلاء عن نور المحبة، يمكن أن يسمى بالتوحيد الإبليسي. يقابله توحيد قام على أساس خالص المحبة وصفو الوداد، وهو حال ساداتنا الملائكة الكرام عليهم السلام، الذين ما أن أمروا بالسجود حتى سجدوا بغير تردد، لأن الذي أمرهم هو محبوبهم الأوحد سبحانه وتعالى. فحقائق التوحيد لا ترسخ إلا بهذا المشرب الملكي الملائكي، وهو مشرب المحبة والامتثال، وحتى صورة الطاعة لا يتأتى لصورة الطاعة أن تثمر في القلوب حقائق الاتباع إن لم تكن ثمرة لشجرة هي شجرة المحبة. فالخارجي الذي كان هو أشقى الآخرين، الذي قتل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، كان يبيت يحيي الليل على قدميه، صورة متابعة، كان متقشفا متزهدا، صورة متابعة، تورمت قدماه من القيام وأذهب السجود بجبهته، لكنها صورة متابعة، أفضت به إلى أن يرتكب أقبح جريمة في الوجود في ذلك العصر، وهي جريمة قتل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمير المسلمين، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وهو في ذلك يتوهم أنه يتقرب إلى الله. ما عرف الحب، ما ذاق سلاف الحب، وإلا لأخذه الحب إلى معرفة مقتضاها أن هذا الذي وإن اختلفت معه في فهم كتاب أو دين، غير أني ينبغي أن أتوقف لحيظة، أنا أمام ابن عم رسول الله، أنا أمام صاحب رسول الله، أنا أمام خليفة رسول الله، أنا أمام باب مدينة العلم، فكيف أتوهم أني أتقرب إلى الله بإهدار دمه؟ الحب هنا لم يكن حاضرا. فالاتباع إن لم يقم على أساس الحب أثمر مثل تلكم الثمرة بالأمس وإلى اليوم، وإلى اليوم يثمر دمارا وخرابا وتفجيرا وتفخيخا وقتلا وإزهاقا للأنفس المعصومة، وقطيعة للأرحام، واشتراء على المحارم الله عز وجل، وأصحابها يظنون أنهم يحسنون صنعا، لأنهم لم يتدرجوا في مدارج المحبة. أنا لا أنفي عنهم حبهم لله ولرسوله، السرائر إلى الله، الحديث هنا عن مدارج المحبة، أي أن المحبة لم تتغلغل في قلوبهم فتسري إلى عقولهم وإلى أنفسهم، فتستجيب الأنفس لمقتضى تنوير العقل بنص الشرع حتى تخضع لهذا المراد، ولا تقدم الهوى على أمر الله سبحانه وتعالى. هذا اتباع، لكنه اتباع صوري خلا عن المحبة. ولهذا أخطأ من قال من إخوتنا بأن المحبة هي الاتباع، هذا خطأ. الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله، ذقتم المحبة، فينبغي أن تثمر هذه المحبة انسياق النفس خضوعا لأمر المحبوب
فتستقيم على قدم الاتباع. لكن المحبة شيء والاتباع أمر آخر. المحبة كثر الحديث عن تعريفها ولن أطيل في مباحث العلماء في ذلك، ولعل أفضل ما قيل أنها أمر يذاق ولا يعرف بالكلمات، غير أن التعريف المقرب أنها ميل في القلب يفضي إلى التعلق بالمحبوب، ميل في القلب يفضي إلى التعلق بالمحبوب. هذه المحبة التي أصلها ذوق، شعور، معنى يكمن في باطن الإنسان، تقوى وتضعف، تزيد وتنقص. تقوى بزيادة الصلة بالمحبوب، تقوى بزيادة معرفة المحبوب إن كان أهلا للمحبة. فالإنسان مجبول على أنه يحب لأحد أسباب ثلاث، أو لبعضها أو لكلها، إما لجمال أو لكمال أو لإحسان. أما الجمال فقد جعل الله للأرواح تعلقا بكل ما له صلة بالجمال، وفي ذلك سر أو في ذلك معنى، وهو أن أول ما فاتح بني البشر من صلتهم بالحق عز وجل أن الله كلمهم بغير واسطة، حديثا مباشرا، خطابا مباشرا، كل منكم سمع الله وهو يكلمه بغير واسطة في عالم الأرواح قبل أن تخلق الأجساد. القرآن نص على ذلك وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، كلمنا جميعا وكلنا سمعناه جل جلاله وهو يقول لنا ألست بربكم، وكلنا أجبنا وقلنا بلى شهدنا. طيب لماذا لا أتذكر ذلك؟ لا أتذكر ذلك، هذه قصة أخرى، وهي أن الروح عندما حبس في قفص الجسد وقيد برغبات النفس حيل بين الروح وبين الإدراك الظاهري للإنسان. أنت الآن تدرك، ترى، تسمع، تشم، تتذوق، تلمس، هذا الإدراك الظاهر للإنسان الحسي. بين الإدراك الظاهري للإنسان وبين وعي الروح حجاب، هذا الحجاب جنده الشهوات والرغبات والمعاصي والذنوب والتعلق بالمحسوسات التي تحيط بنا، اختبار من الله عز وجل في حمل الأمانة. لكن لكل منكم روح سمع الله يخاطبه فوقر في الروح تعشق لجمال الخطاب الإلهي، فأصبحت الأرواح تحن إلى جمال خطاب الحق جل جلاله، وبذلك صار كل جمال في الوجود يستلفت الروح ويأخذ بها، يأخذها إلى، يجذبها، كل جمال حسي أو معنوي في الوجود يأخذ الروح أخذة لأول وهلة، لأنه يذكرها بالجمال الأول الذي خاطبها. فأول أخذة تحصل لكل واحد منا تجاه أي جمال في الوجود أصلها حنين الروح إلى خطاب الحق، هذه الأخذة الأولى. ثم بعد ذلك تلحق بالروح أجناد النفس الأمارة بالسوء، فيستحيل بعد ذلك تفاعل الإنسان مع الجمال تأثرا بحال النفس هذا. فإذا كان الجمال جمال صورة، جاءت بعض الأنفس لما فيها من ضعف فاستحال فقهها للجمال إلى تعلق بالشهوة. إن كان الجمال جمال ربوة ونهر رقراق وأرض مخضرة أو نسمة تهب، الروح تحن إلى الجمال الأقدس عند مواجهتها لهذا الجمال، ثم تلحق بها النفس بشهوة ورغبة التملك، فإذا نظر إلى أرض جميلة رغب أن يمتلكها، فتأتي النفس حينئذ لتشوش على الروح هيامها ووجدها وانفعالها تجاه الجمال. لكن الأخذة الأولى حتى للجمال الحسي أصلها شوق الروح إلى جمال الحق جل جلاله، فالروح متعلقة بالجمال تسكر لورود الجمال عليها. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى لك،
والثانية عليك. ذلكم لأن الأولى ليس لك اختيار فيها. الأخذ الأولى أنت لا تتقصدها، لا تتعمدها. إذا برز شيء جميل تجدك منصاعا إليه، منقادا إلى النظر إليه، فاللحظة الأولى هذا أخذت روح شوقا إلى الجمال الأصلي، فلا يؤاخذ الإنسان عليها لأنه مغلوب فيها. لكن النظرة الثانية، ما معنى النظرة الثانية؟ عندما تصل النفس خلف الروح فتريد أن تتأمل في الجمال، لكن لا على وصف الاشتياق إلى الجمال الأقدس، بل على وصف الاتصال بالجمال المدنس، المدنس الذي يحدو صاحبه أو يأخذ صاحبه عن مقصد الروح. لهذا كل جمال يورث محبة، فالقلوب والأرواح مجبولة على أن تحب. إذن السبب الأول الجمال، السبب الثاني الكمال. وذلكم لأن النقص وصف لاحق بأنفسنا، النقص وصف ملازم لأنفسنا ما لم تكمل بالتزكية. وبسبب وجود هذا النقص، ولكون هذا النقص هو سبب الحجاب عن العالم الأعلى، نجد في أرواحنا تعلق بالكمالات، فكلما سمعنا عن كمال أخذ بأرواحنا. أي معنى من معاني الكمال يلوح لنا يستميلنا، فالكمال مؤثر جالب للحب. والمعنى الثالث الإحسان، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. فصار عندنا ثلاثة أسباب: جمال، كمال، إحسان. والمحبة مراتب، تبتدئ بمجرد الميل، ثم إن واصل المحب سيره في درب المحبة قوي هذا الميل إلى درجة التعلق، فيصبح كل ما له صلة بالمحبوب محبوب، يصبح كل ما له صلة بالمحبوب محبوبا، فيأخذ بألباب المتعلق. ثم يحصل عند الإنسان مع التعلق هيام وغرام وعشق وسكر غير آثم، بمعنى أن المحبة تستغرق صاحبها حتى يغيب عن شعوره بما سوى المحبوب. هذه درجات لن أطيل أيضا في تفصيلها، لكنها مدارج تتعلق بالمحبة. الصادق في ارتقاء مدارج المحبة ومعارجها لا يفارقه الارتباط بالمحبوب في السراء ولا في الضراء. السراء تحركه نحو المحبوب، والضراء أيضا تربطه بالمحبوب. يذكرون عن سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر وما أدراك ما عمر، ما سلك إيه يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، إن الشيطان ليفرق من ظلك يا عمر، لو كان نبيا بعدي لكان عمر. جلس سيدنا عمر، السر له ارتباط بالمحبة، جلس سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على مائدة دعاه إليها سيدنا سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه. ولما أن ضيفه هو أمير المؤمنين، تفنن سيف الله في أنواع الطعام، وكان الله قد أوسع الأمر للصحابة وأقبلت عليهم الدنيا بما فيها وفتحوا الديار، فهناك سعة، فأراد أن يكرم سيدنا عمر، فلون له في الطعام وجاء له بأطايب الطعام. فلما جلس سيدنا عمر على الطعام ونظر إلى الطعام ومد يده ليأكل، توقف ثم سحب يده وبكى، فقال له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: فارقني صاحباي وهما لم يجمعا بين طعامين قط، فارقني صاحباي وهما لم يشبعا من خبز الشعير ثلاثة أيام قط، فارقني صاحباي وكان الشهر يرى والذي يليه والذي يليه، أي البدر، ولا يوقد في بيت أحدهما طعام،
فقال له يريد أن يخفف عنه حتى يطيب له الطعام. يا أمير المؤمنين لصاحبيك الجنة. قال بئست القسمة يا خالد، إن كانت لهم الجنة ولي مائدتك هذه. طيب هل يحرم على الإنسان أن يأكل أطايب الطعام؟ إن كان من حلال فليس في ذلك حرمة، فلما امتنع؟ ولم يحرم شيئا أحله الله سيدنا عمر، حاشاه. لكن الأمر هنا حال مرتبط بذوق. عندما يسمع البعض الناس يتحدثون عن الأحوال يقول إيش هذه أحوال بدع؟ لا، إبداع. نعم، الأحوال بدع من سر اسم الله البديع. الأحوال هي جذبات المحبة في القلوب، الصادق منها جذبات المحبة. ولهذا سيدنا عمر لم يحرم المائدة، وأكل سيدنا خالد والأضياف، لكنه في تلك اللحظة كان مغلوبا بحال يتعلق بأنه حتى وهو في السراء وأطايب الطعام أمامه كان لهذا الحال تحريك لسواكن المحبة أعادته إلى عهد المحبوب قبل ذلك. وفي الضيق أيضا يذكرون عن عنترة، عنترة بن شداد المعروف الشاعر الجاهلي قبل الإسلام، قبل الإسلام. وتعلمون قصة عنترة، أحب من؟ ها يا شباب، ما شاء الله، عبلة. عنترة أحب عبلة، ويا ليت الشباب اليوم عندما يحبون البنات يعرفون كيف يكون الحب ولو على قاعدة الجاهل عنتر، بمعنى أنهم كانوا يسمون بالحب، لا يدنسون الحب بمقاصد الأجساد. لا نقول يكونون رهبانا عندما يأتي الوقت وعلى وجه الحلال، نعم ما أحله الله لا يحرم، لكن الحب في أصله ليس شهوة، الحب في أصله صلة رابطة. عنترة خرج للقتال كعادته من الشجعان كان، وعندما أخذ يقاتل تذكر عبلة. تعرفون ما الذي ذكره بعبلة في وقت القتال؟ ليس أنه ربما يموت ومثل مسلسلات وأتذكر محبوبتي وقبل الصورة وادخل أحارب، لا 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 لا، الذي ذكره بعبلة بريق السيوف. يقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، الرماح تشرب من دمي، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند، السيوف التي تبرق، وبيض الهند تنهل من دمي، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف. نعم، أنت في حرب تريد تقبل السيوف؟ أيوه تقبل الآه، أيه أيه، أنت مجنون؟ لا، ممكن أعتبرني مجنون ما في مانع، بس جنوني بالمحبوب. فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. قال لما برق السيف فوقي يريد يضربني وقابل الشمس وهو يتحرك فبرق، تذكرت ابتسامتك أنت، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. هذا نوع من الحب الصادق حمل صاحبه على أن يذكر المحبوب في أحلك الظروف. واسمع، ليس ذكر بؤس أو حزن أو لا لا، ذكر جمال. يقول بريق السيف الذي يسيل الدم ذكرني جمال ابتسامتك عندما تبتسمين. أي آدمي هذا وهو في الحرب والقتال والدماء والرماح تنهل من دمه والسيوف تقطر من دمه وهو مشغول بأن لمعة السيف ذكرته جمال ابتسامة المحبوب؟ الحب هكذا إذا امتلأ وأخذ بشغاف القلب في مدارجه ومعارجه سيطر وأخذ بكليات المحب، فأصبح كل شان في حياته من سراء أو ضراء إنما هو رابط له بالمحبوب، فلا يفتأ يذكر المحبوب. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. كان أحد إخوتنا الله يبارك لنا ولهم يقول لي يعني أنت رايح السودان؟ قلت نعم. قال يعني لو تقول لهم يعني يخففون المبالغات شوي. قلت إن شاء الله، إيش المبالغات؟ قال يعني كل شيء صلاة على النبي، صلاة على النبي.
قلت له لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وسلم أمرنا بكثرة الصلاة عليه وحثنا على ذلك، بل إن الحق قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال لا أنا ما عندي مانع يكثرون، بس يعني زيادة 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 مبالغة وغلو، ويمكن يكون على حساب ذكر الله، وهذا الغلو خطر على عقل. لحظة، على رسلك. هنا مع حبي لك أنت بحاجة لتتعلم في الفصل الروضة في السودان معاني المحبة، لسبب واحد: التوهم الذي في العقل بأن هناك شيء اسمه حب الله، وهناك شيء ثاني منفصل اسمه حب رسول الله، ثم بعد ذلك لا تزيد من حب الرسول كثير كثير، يعني عشان ما يكون أكثر من حب الله، وهذا يدي الشرك. وهذا هنا الخلل، هنا شبهة الشرك، لا نقول الشرك، أن تعتقد أنك تحب أحدا ولو كان سيدنا محمدا حبا منفصلا عن حب الله، هنا الخلل عندك كثير أو قليل. متى كان حب سيدنا محمد منفصلا عن حب الله؟ وهل أحببناه إلا لأن الله أحبه؟ وهل أحببناه إلا لأن حبه يجعلنا محبوبين عند الله؟ طيب، وهذا الخلل في الفهم، هذا الوسواس القهري في الشرك، ما نبهنا إليه القرآن؟ كان شيخ مشايخنا السيد علوي بن عباس المالكي الحسني رحمه الله، عالم مكة، والد شيخنا السيد محمد بن علوي المالك، يكلموا بعض إخوتنا هؤلاء، يقول له يعني أنتوا لا تبالغون، لا تقولوا الله ورسوله، قولوا الله ثم رسوله. قال لي لكن اللغة العربية تقتضي، قال لا 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 خلاص ثم، قال خلاص إن شاء الله. فقال الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله. هو الشيخ يقول ثم رسوله، قال يا شيخ ورسوله؟ قال أنت قلت ما تقولوا ثم. إذا كان رب العزة لم يقم هذا الاحتياط، أنت أحرص على التوحيد من الذي نوحده؟ لا لا، أكثر من هذا، انتبه. الله تعالى يقول والله ورسوله أحق إيش؟ نعم، يرضوه ولا ترضوه؟ يرضوه أو ترضوه؟ ها الدوري عن عمرو يا أهل السودان، يرضوه أو ترضوه في الدوري؟ ها الدوري تو أو يو؟ يرضوه. بعض شبابنا هنا في الخرطوم ما عادوا يذكرون معنى كلمة الدوري. إذا قيل الدوري، الدوري عن عمر، هذه إحدى الروايات لإحدى القراءات المتواترة، هي قراءة السودان عن بكرة أبيه كله على مدى أكثر من 5 قرون. وقد كان يذكر لي الآن سيادة المشير أن جده تلقى هذه القراءة من الشيخ التلمساني ونشرها في السودان أجمع. والسودان منذ 500 سنة تقرأ القرآن برواية الدوري عن عمرو، وهي قراءة متواترة. لماذا يأتي بعض إخوتنا وأحبتنا يتعمدون أن يحولوا القراءة، إن كان في بعض الخلاوي المستحدثة أو في بعض المساجد أو في مسابقات التحفيظ أو حتى في التلفزة، سامحوني، ويصرون على أن يجعلوها حفظ حفظ حفظ، قراءة عظيمة متواترة، لكن الدوري عن عمرو أيضا متواترة. تريد تنويع القراءات؟ جزاك الله خير، أضف إليها، هات بقية القراءات 7. لكن لا يحل بقراءة عن قراءة حتى يأتي جيل يتوهم أنها خطأ. لا يؤتى في بلد سواد أهلها من أهل مذهب الإمام مالك ويقال لهم لا، يعني مالك إمام كبير، لكن تأخذون مالك ولا تأخذون رسول الله؟ وهل كان مالك منعزلا عن رسول الله؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم أئمة هدى، وليسوا أفرادا، هم مدارس فيها جيوش من أهل العلم خدموا هذه المذاهب من الكتاب والسنة. طيب حاضر، لو تركنا مالك نأخذ ماذا؟ يقول لك الكتاب والسنة، بفهم من؟ من الذي شرح وقال أن هذا الحكم من الكتاب والسنة؟ الشيخ فلان، أحسنت.
أنا أخذ مالك ولا الشيخ فلان؟ هذه المقارنة الصحيحة. لا نقول مالك ولا الدليل من الكتاب والسنة، نقول مالك أو الشيخ فلان نحترمه، لكن إذا قورن بمالك آسفين. مالك في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيدس سالكي. نعود، الله ورسوله أحق أن يرضوه ولا يرضوهما؟ هو في قراءة يرضوه، في قراءة ترضوه، لكن هل في قراءة ترضوهما من القراءة المتواترة؟ لا. طيب هنا عندنا الله ورسوله، مقتضى السياق في اللغة العربية أن نقول ماذا؟ ترضوهما، يرضوهما، لأن الكلام هنا عن الله ورسول، لكن القرآن قال ترضوه، قال المفسرون لاتحاد الرضا. لا يوجد عند أهل السنة والجماعة أن هناك شيء اسمه رضا الله يختلف عن شيء آخر اسمه رضا رسول الله. رضا رسول الله من رضا الله عز وجل، لا ينفصلان قط، وحب رسول الله من حب الله. ولهذا صح في الحديث في الترمذي وغيره: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله. نعم يا رسول، أيوة، أحبوني لحب الله وأحب آل بيتي لحبي. إذن فحبنا لرسول الله علته حبنا لله سبحانه وتعالى. إذن كلما ازددنا حبا لرسول الله كلما ازددنا حبا لله عز وجل. هي دائرة واحدة، الأصل فيها حب الله، ترتب عليه حب ما يحب الله وحب من يحبه الله. أعيد، حب من يحبه الله وحب ما يحبه الله. حب ما يحبه الله من الأشياء والأكوان والمخلوقات. أحب أرض مكة، حبيناها لأن الله أحبها. الكعبة ليست مجرد قطعة أرض عليها أحجار، الكعبة مكان الله اصطفاه، أحببنا ما أحببت يا رب. المدينة المنورة الله أحبها فأسكن فيها حبيبه صلى الله عليه وآله، خلاص أحببناها. بيت المقدس عجل الله بتحريره وأيقظ الأمة من غفلته عن واجبها تجاهه، أيضا أحببنا لأن الله اصطفاه وأحبه. فالمكان متصل بنسبة المسجد، هذا المسجد الذي نحن في رحابه، ما الفرق بينه وبين قطعة أرض أخرى؟ قبل أن يوقفه بانيه ليكون مسجدا ماذا كان؟ قطعة أرض كغيرها، يمر عليها الناس، ربما بعض الدواب، ربما بعض الكلاب تتبول عليها ولا يبالي أحد. لكن ما أن تحرك قلب مؤمن محب لله فحبس هذا الأرض، أوقفه وقال خلاص هذا الأرض أوقفته مسجد، هذه الأرض أوقفتها مسجدا لله، بمجرد أن أوقفت بالنسبة إلى الله عز وجل صارت معظمة مقدسة محرمة، ولا لا يلبث فيها الجنوب، ولا تتلبث فيها الحائض، ولا يشتغل فيها باللغو ولا باللهو، والجلوس فيها بنية الاعتكاف عبادة، والملائكة تقصدها من السماوات تأتي خصيصا لتحج إلى هذه البقعة، تتناوب ملائكة الليل والنهار تتعاقب على المساجد، صار لها قدسية ومكانة عند الله عز وجل. لما؟ مكان أحبه الله فقذف في قلب أحد من عباده أن ينسبه إليه. فأحببنا الله وحبنا لله جعلنا نحب ما أحبه الله. رمضان، ربيع الأول، رجب الأصب، الفرد الذي تصب فيه الرحمات، تصب الذي نحن فيه الآن، رجب مضر، لقب برجب مضر لأن مضر قبيلة النبي كانت تعظم هذا الشهر حتى قبل الإسلام وكذلك بقية العرب، فجاء القرآن وأكد تعظيمه. أربعة حرم، لماذا نعظم هذه الأشهر ونخصها بأشياء؟ لماذا رمضان يصام والعشر الأواخر لها قدسية؟ لأن الله عز وجل أحب لها ذلك، فأحببنا ما أحب الله عز وجل. فليست المسألة متعلقة بذات الزمان ولا بذات المكان. من 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 حكمة الله أن لم يجعل رمضان ولا ذي الحجة مرتبطا بموعد ثابت في صيف أو شتاء أو ربيع، لا، ولا حتى عندما نقول هذه السنة ممكن يكون في الصيف لا نعرف بالضبط، ننتظر رؤية الهلال. لماذا؟ لأن المسألة لا تتعلق بذات الزمان، لكن بما أودع الله فيه من الاختصاص. هذا ما أحب، ما أحبه الله أحببنا. أحببنا الصلاة لماذا؟ لأن الله أحبها. أحببنا الزكاة لأن الله أحبها. أحببنا المعروف لأن الله أحبه.
ومن أحبه الله. فكل ذات أحبها الله أصبح المحب المرتقي في مدارج المحبة له ولع بمن أحب الله عز وجل. فلما نظرنا من من البشر أحبه الله كما أحب سيدنا محمد، لم ولن، فيما أعلمنا به سبحانه وتعالى يكون لأحد منزلة كمنزلة سيدنا محمد، ولأنه الأوحد في مقام المحبوبية لدى الواحد الأحد أصبح جميع الخلائق في إيمانهم متفاوتين بتفاوت صلتهم بهذا المحبوب. لا، حتى الدرجات أصبحت مرتبطة به. الأنبياء أعلى رتبة في الوجود رتب الأنبياء، وليس كذلك هي رتبة سيدنا محمد. قل أي، لكن لأن الله اختارها النبوة. نعم، لأنها رتبة سيدنا محمد. من أين جئت بهذا الكلام؟ من العهد الذي أخذه الله على الأنبياء بنص القرآن أنهم إذا أدركوا عصر سيدنا محمد أن يتابعوا يكونوا معه، مع أنه يعلم أنهم لن يدركوا عصره. وكأن ختم أخذهم للنبوة أن يعاهدوا الله على أن يكونوا تبعا لسيدنا محمد. فرتبة النبوة شرفت به صلى الله عليه وسلم، وجعل أشرف آل بيت في الوجود هم آل سيدنا محمد، جعل محبتهم من محبته، وجعل محبتهم من الدين منصوص عليها في الكتاب والسنة. لماذا؟ إكراما لسيدنا محمد. أحببناهم لأنهم آل سيدنا محمد، فحبنا لهم حبنا لسيدنا محمد. والصحابة، والصحابة أحببناهم لأنهم أصحاب من؟ سيدنا محمد. شوفوا يا إخوان، هناك من يأخذ هذه التعليمات أخذ الآلة، أخذا آليا، خلاص نحب آل البيت، أيوة حبينا آل البيت، حب صحابة، أيوة حبينا الصحابة، تك حط الزرار، حمل البرنامج حق الكمبيوتر، ولما يزعل ممكن يعمل ديليت إلغاء. لا، هذا ما هو الحب. الحب هنا داخل، ذوق، معنى، إحساس. والذي يذوق في الحب لا تختلط عليه أمور المحب. أناس أرادوا أن يعيشوا محبة آل البيت فدخلوا بأنفسهم إلى محبة آل البيت ولم يجعلوا حظوظ أنفسهم من ورائهم، فلما دخلوا بما في أنفسهم من أمراض وحظوظ توهموا أن مقتضى حب آل البيت التحزب. ما معنى التحزب؟ نحن في حزب آل البيت ضد حزب الصحابة، أعوذ بالله، ضد حزب الصحابة. خلاص أنا أحب آل البيت، إذن أي أحد يختلف معهم لو كان صحابي يصبح هو ضده. ما هذا؟ هذا تحزب، ما مش هذا الحب. في المقابل جاء من يتوهم أنه يحب ساداتنا الصحابة رضي الله عنهم فدخل بأمراض نفسه إلى هذا الميدان، وأصبح بسبب إساءة من يتكلم عن محبة آل البيت إلى الصحابة وكأنه دخل في عند مع آل البيت، كأن معركته مع الذين مع آل البيت لا مع الذين أساءوا باسم آل البيت. فأصبح أي أحد يتكلم عن البيت، ها انتبهوا هذا في تشيع، هذا رافضي. ليش؟ قال يذكر آل البيت يا أخي كثير، ولو ادعى أنه مسني لا يمكن هذه تقية. سبحان الله، وأصبح أهل السنة بالنسبة لهم ذكر آل البيت رفض. هذه ليست جديدة، وإلا لماذا قال الإمام الشافعي لو كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي؟ ما لولا الامتناع، ما تفهمون. فهؤلاء دخلوا لساحة محبة آل البيت بأمراض الأنفس فتوهموا أن الصلة بين العترة والصحابة هي ضرب من المنافسات الرخيصة التي نعيشها اليوم في دنيانا ونتعافس عليها، ولم يدركوا معنى نظرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لسيدنا الحسن بن علي وهو في سن الصبا يحمله أبوه، فيضحك سيدنا الصديق كما صح في البخاري وهو يقول بأبي، يعني أفديك بأبي، يقول لسيدنا الحسن بأبي شبيه بالنبي لا بك يا علي، فيضحك سيدنا علي بن أبي طالب. نجد سيدنا أبو بكر الصديق يقول لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي، يقول سيدنا أبو بكر، يختلف بطبيعة الاجتهاد البشري مع سيدتنا البتول عليها السلام فاطمة الزهراء سيدة النساء على قضية، نعم يختلف على قضية فدك، ماذا عندكم؟ وبعدين هذه موجودة عندنا في كتبنا لم تأتوا بجديد، لكن الشيء الذي ما فقهوه
أن سيدنا أبا بكر اختلف على أساس ما سمعه من النبي وما لم يكن قد بلغ السيدة فاطمة، فلما بلغه أنها تأذت أو غضبت منه استأذن عليها ودخل وقال: يا ابنة رسول الله، لقد سمعت أباك وهو يقول: فاطمة بضعة مني. يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها، وإني أخشى أن ألقى الله أو تلقي الله وأنت علي ساخطة. فاسترضاها حتى رضت. لا يأتي أناس يوهمون أن سيدتنا فاطمة ستغاضب وتستمر في غضب وكراهية على قطعة أرض. عيب عيب. سيدتنا فاطمة عليها السلام واحد من أولادها، من أحفادها في عصر من العصور القريبة، أبناء عمه، أخذوا أرضه الوحيدة التي يمتلكها، فلما أراد أولاده أن يستعيدوا الحق جمع أولاده وذهب إلى ابن عمه وقرع الباب وقال له: جئتك معتذرا. يعتذر لمن؟ الذي أخذ أرضه. جئتك معتذرا، أنت قد تجد وقد لا تجد والأمور عندنا ميسرة، فألجأناك إلى الحرام بأن تأخذ الأرض بالغصب، هذه وثيقة الأرض قد وهبتك إياها وهبة لا رجعة فيها. هذا واحد من ورثة سيدتنا فاطمة من ذريتها، ترك الأرض طلبا لرضا خالق الأرض وبرا وصلة. أفتكون سيدتنا فاطمة مغاضبة على قطعة أرض؟ المرض هنا عند من أراد أن يحب بمرضه، أراد أن يحب بالمرض الذي لديه. في المقابل أيضا هناك من يتأذى يريد أيضا أن يحب المرض الذي لديه. لا تبالغوا، لا تذكروا كثير أهل البيت. ليش أنت دائما تقول آل البيت آل البيت آل، وأنت بينك وبينهم مشكلة؟ لا إن شاء الله ما بينك وبينهم مشكلة، هؤلاء محبتهم من محبة النبي وهؤلاء محبتهم من محبة النبي. شغل حرب القبائل هذا ليس له وجود في ثقافة ساداتنا رضي الله عنهم في مفهوم محبة آل البيت ومحبة الصحابة. سيدنا الحسين وهو في سن التاسعة أو نحوها ينظر فيرى سيدنا عمر رضي الله عنه كما صح في الأثر في السنة بسند صحيح وهو على المنبر يخطب سيدنا عمر، فتذكر سيدنا الحسين أنه كان قبل سنتين أو ثلاث سنوات يرى جده النبي على هذا المنبر، فقال: انزل انزل يا عمر، هذا مكان جدي. فجاء إليه سيدنا عمر وقال: من أين جئت بهذا الكلام؟ ألقنك إياه أحد؟ قال: لا، لكني كنت أرى جدي عليه. فمسح على رأسه وقال له: وهل أنبت الشعر في رؤوسنا إلاكم يا آل بيت رسول الله؟ سئل سيدنا جعفر الصادق: ما تقول في أبي بكر؟ قال: ماذا أقول في من ولدني مرتين؟ أمه أم فروة بنت عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديق، أو القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وأمها بنت محمد بن أبي بكر الصديق. قال: ولدني مرتين أبو بكر الصديق. سيدنا علي يزوج ابنته أم كلثوم لسيدنا عمر. أنت ما عرفت للصحابة ولا للبيت، لكن أهل المشرب، أهل المحبة، أهل السنة والجماعة الحقيقيين ذوي المشرب الأصيل، الإشكال هذا غير وارد عندهم أصلا. في هذا المجلس ذكرنا سيدنا عمر فتواجدوا وصاحوا، ذكرنا سيدنا علي فتواجدوا وصاحوا، ذكرنا سيدتنا فاطمة فتواجدوا وصاحوا. هذا الذي تربى عليه أهل المشرب، هم القضية عندهم سيدنا محمد. هؤلاء آل بيت سيدنا محمد على رؤوسنا، هؤلاء أصحاب سيدنا محمد على رؤوسنا، فالقصة هنا سيدنا محمد. وإذا قلنا أن القصة سيدنا محمد فالقصة حب الله سبحانه وتعالى. فمقتضى المحبة في مدارجها ومعارجها أن تحب ما أحب المحبوب وأن تحبها من أحب المحبوب. ينبني على ذلك أن يرتقي في مدرج آخر يحب فيه كل ما له صلة بالمحبوب، كل ما له صلة حتى وإن لم يندرج في معنى المحب. ولذلك صاحب المحبة لا يبغض ذوات البشر، نعم، حتى الكفار، حتى الكفار يا إخواني، فضلا عن إخوتنا من أهل الإسلام الذين ربما بغوا علينا أو كفرونا أو نالوا منا، لا تبغضوا أحدا منهم يا إخوتي. الصادق في محبة الله ورسوله لا يبغض، أحبوهم وأحبوا لهم الخير، وقولوا: اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،
وكلمة لا إله إلا الله تسعنا جميعا، حتى وإن ضاقت في مشاهدهم فأرادوا إخراجنا منها، نحن لا نفعل ذلك لأننا نعظم لا إله إلا الله التي لديهم. ومن تعظيمنا للا إله إلا الله نعظم كل من حملها وإن أساء في حملها، حتى الكافر الذي لم يحمل لا إله إلا الله، أليس فيه نورانية ونفخت فيه من روحي؟ بلى، هذول أهل الحب، أحبوا كل ما له صلة بالمحبوب. الواحد عندما يحب إنسان يحب ما يصنعه المحبوب، يحب ما قامه ومن أحب الله أحب خلقه. طيب كفار، لا، نحن نبغض الكفر ولا نبغض الكافر، نحن نبغض المعصية ولا نبغض العاصي، نحن نبغض البدعة ولا نبغض المبتدع، نحن نبغض الخطأ ولا نبغض المخطئ. وإلا كيف ستكون الدعوة إلى الله؟ تعال يا كافر، أنا أكرهك وأبغضك، بس يعني أريد لك الخير، تعال اسلم، شكرا. ما عرف الناس في سائر البلاد، حتى في هذا البلد المبارك، اسألوا الغابات التي في السودان كانت والقرى البعيدة، ما الذي جعل الذين كانوا على الوثنية يدخلون الإسلام طوعا بغير قتال؟ الذي جعلهم يحبون الإسلام ويقبلون عليه أنهم قابلوا ذواتا تشعشعت فيها أنوار المحبة حتى لم تبق فيهم ذرة في أجسادهم إلا وهي تنضح محبة. فينظر الناظر إلى أحدهم قبل أن يسمع منه يشعر أنه يريد أن يكون معه. أنت ماذا؟ أنا مسلم. خلاص أنا أريد أكون مسلم مثلك. طيب أعرض عليك ولا أعرض علي، بس خلاص أنا أريد. لماذا؟ هكذا حالك، هذا أنا أحتاج إليه. قلوب امتلأت بالرحمة ومحبة الخير للبشر، للمحسن وللمسيء، للقريب وللبعيد، للمؤمن وللكافر. هذه الرحمة المتولدة عن المحبة بها انتشرت أنوار الإسلام في سائر الجهات. وإذا انتشر العكس كما للأسف، لا نقول انتشر لكن صوته صاخب أكثر، هم قليل لكن الصوت صاخب، لا يمكن الناس تقبل الإسلام بهذا الصوت. كنا في تلفاز في مصر وهناك قسيس مسيحي من الأقباط الأرثوذكس، ومسيحي السودان الأصليين هم أرثوذكس أيضا، والأرثوذكس هنا في المناطق العربية لهم ولاء لبلدانهم، لم يخونوا بلدانهم، إن حصل من أفراد فقد حصل من أفراد من المسلمين، لكن لهم ولاء. واقرأوا التاريخ يا شباب، اقرأوا تاريخ بلادكم، عندما أراد الصليبيون أن يغزوا أرض العرب أرسلوا إلى الكنيسة القبطية في مصر وأرسلوا إلى الأرثوذكس في بلاد الشام وقالوا لهم نحن أتباع دين واحد وهؤلاء المسلمون أعداء ونريدكم أن تقفوا معنا، الحملات ستأتي الآن باسم الصليب، رفضوا، قالوا إنا لم نرى منهم إلا إحسانا، وأما أنتم لما كنتم تحكموننا من قبل آذيتمونا. ووقف المسيحيون مع المسلمين في 73 في 6 أكتوبر في العبور العظيم الذي حصل في مصر، صاحب الفكرة، فكرة ضخ المياه القوية على ركام الرمل في خط بارليف الذي أقامه العدو المحتل، هو ضابط مصري مسيحي قبطي أرثوذكسي اسمه اللواء باقي، لا يزال يعيش، لأن القلوب كانت تجتمع على هذا. لما رأوا من المسلمين حسن المعاملة لم يقابلوا الإحسان إلا بالإحسان، والمسيء شاذ ليس من القاعدة. لكن لما جاء كنا في التلفاز أو كنت أتابع في التلفاز، فتكلم هذا القسيس وقال لأحد الحاضرين أنت تستطيع تحبني؟ أنا أحبك يا مسلم، فهل تستطيع تحبني؟ قال لا، أنا أكرهك، ديني يأمرني أن أكرهك. فقير ليس من عادتي أن أطلب مداخلة إلا لو اتصلت التلفاز فأداخل، اتصلت وطلبت المداخلة وقلت يا أيها الأب أنا أحبك ولا حرج عندي في ذلك، وديني علمني أن أحب سر النفخة الإلهية التي فيك، وأنا أبغض ما أعتقده باطلا في معتقدك كما تفعل أنت. قال أيوة، هذا الإسلام اللي أهلنا كانوا يقولون أن أهلكم عليه، هذا الإسلام اللي احنا نعرفه. عندما قرر علماؤنا بغض الذات الكافرة، فالذات الكافرة هي التي مات صاحبها على الكفر، ذاتا كافرة ومات عنادا معاندا في كفره، هذه هي الذات الكافرة.
فمن منا يستطيع أن يجزم ويتألى على الله بأن كافراً اليوم سيموت وهو كافر؟ ما عندنا يقين بأحد أنه يموت على الكفر إلا الدجال وإبليس أعاذنا الله منهم، ما سوى ذلك لا تعلم. خالد بن الوليد كنا اليوم نقول للأحباب ونحن عند الشيخ المختار، كنا نقول لهم أن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وقسم ظهر المسلمين في أحد، لم تمضي سنوات حتى أصبح سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه. الخواتيم مجهولة، فمن معارج ومدارج المحبة أن تنظر إلى من حواليك من خلال مشهد صلة من حولك بحبيبك سبحانه وتعالى. فإذا نظرت إلى عاصي تتألم لأنه عصى المحبوب، وتتمنى له التوبة وترغب في أن يأتيها الخير، لأن هذا يسر قلب سيدنا محمد. بالله عليكم، أيهما أسر لقلب سيدنا محمد؟ يسلم كافر واحد أو يهلك 10,000 كافر؟ واحد بالنسبة له. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وفي الرواية الأخرى خير لك من حمر النعم. هذا الدين الذي جاء بوصف المحبة، ولهذا لما كان سيدنا محمد هو مظهر هذه المحبة في الوجود يبكي. ما يبكيك يا رسول الله؟ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يعني يبيت على أطراف قدميه وهو يتوجه إلى الله في طلب الهداية له، يشفق عليه الله، يقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا حبيبي أنت تهلك نفسك من أسفك عليهم، على من؟ على قوم ضربوه وهو من؟ أدموه وهو من؟ شردوه وهو من؟ أجاعوه وهو من؟ رموه بالحجارة حتى سال الدم من عقبيه الشريفتين وهو من؟ ضربوه بالسيف، ضربوه بالرمح حتى دخلت حلق المغفر في وجنتيه الشريفتين، كسروا رباعيته وهو من؟ هذا الذي نظر إلى عمه حمزة، عمه وأخوه من الرضاع وناصره، أسد الله وأسد رسوله، فرآه وهو مجندلا في دمه وقد فقئت عيناه وجدع أنفه وقطعت أذناه وشقت بطنه وليكت كبده. ثم ما تمر سنوات قليلة إلا وهو يمد يده بالبيعة لمن؟ للتي لاكت كبده. أكثر من هذا، ما شعرت به من أريحية سيدنا محمد، من الرحمة المتجسدة في القالب الإنساني هذا، وصلت إلى حد من الأريحية، شعرت أن هذه رحمة، خلاص اطمأنت، رفضت أن تبايع بكمال النص الوارد في القرآن، لأنها شعرت أنها عربية حرة لا يخطر ببالها الزنا، فكيف تبايع على أنها لا تأتي بين أرجلها ابن زنا هكذا ينسب إلى غير أبي؟ عاهدت على أن لا تشرك بالله شيء، بقية أمور العهد البيعة. لما جاءت عند هذا، أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الوارد أصلاً يمكن أن أفعل شيء زي هذا؟ فقبل منها النبي. يعني في الوضع الطبيعي الحمد لله ما قتلك، أنت ارتكبتي جريمة ما مثلها جريمة، فأنت يعني خلاص بايعي وانت ساكتة وامشي. قالت لا، الذي رأيته في ذلكم الوجه أنتم لا تعرفونهم، ولو كنت رأيته على هذا الحال بهذا المشهد النوراني ما كنت قاتلته ولا عاديته. رأيت رحمة الله قد تجسدت في الوجود، مظهر الرحمة الإلهية، حتى أني شعرت بالأريحية أن أقول وأرفض وأقبل، وقبل ذلك مني وأصبحنا نحن أهل السنة. نعم، بعد 1400 سنة نذكر هذه المرأة ونقول سيدتنا هند بنت عتبة رضي الله عنها. البعض سمعوني أقول هذا الكلام فعتبوا، قالوا كيف تقول عن أكلة الأكباد هذه أكلت كبد جدك؟ أي جدي، ما هو جدك أنت؟ أيوة، لأن جدي الأعظم صلى الله عليه وسلم، والله ما أحب الذكر هذا الكلام وأرجو أن لا يكون مفاخرة، لكن هذا مقامه الآن، جدي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قبلها وعدها من الصحابة،
وأكابر أئمة آل البيت، ونحن آل البيت وأهل البيت أدرى بما فيه. عهدنا آباءنا وأجدادنا أنهم يترضون عن الصحابة، جميع الصحابة بلا استثناء، رضي الله عن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. أنت ما تريد تترضى، لا لا تثريب عليك، لكن لا تسيء الأدب، قف عند حدك. ما استطعت ترضى هذا إليك وليس فريضة، لكن إلزم الأدب. ولا يأتيني شخص يريد يحدثني أنا عن محبة آل البيت. جاء أحد إخوتنا هؤلاء هدانا الله وإياهم في لندن، سمع من الفقير هناك قبل سنوات طويلة، واستأذن ورحبت به: معك آية الله فلان، أهلا وسهلا تفضل. قال: يعني نحن نعظمكم، أنتم سادتنا آل البيت، وأنتم 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 إن شاء الله، ونحن نعلم أنكم تتحملون أثقالا كبيرة في دعوة جدكم، ونود أن نقدم لكم المعونة. انتبهوا ها يا أهل السودان، ها، نقدم لكم المعونة. وقلت: المعونة من الله، نريد الدعاء إذا تريد تعين. قال: يعني لكن إن أذنت لي أن أتطفل على مائدتكم. قلت: تفضل تفضل. قال: يعني لماذا، أنا عندي فضول، لماذا تركت مذهب أجدادك آل البيت وصرت شافعيا؟ قلت: أيوة وصلنا، تعال، ماذا تقصد بمذهب أجدادي؟ قال: جدك الإمام جعفر الصادق. قلت: عليه السلام، أنت ترى أنه جدي؟ قال: يقينا. قلت: نعم، كيف أعرف أن الذي تقول عليه هو مذهب جعفر الصادق؟ قال: تلقاه عنه الإمام موسى الكاظم. قلت: عليه السلام. البعض لا يفقهون كلمة عليه السلام، آل البيت يقال عنهم عليه السلام، وفي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب عليه السلام. أنت في الصلاة تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. المهم، قال: وعنه تلقاه علي الرضا، وعنه تلقاه من بعد سيدنا علي الرضا؟ محمد الجواد، وهم أجداد السادة الختمية الذين نحن في رحابهم هنا، هؤلاء السادة الذين حملتهم معاني المحبة هذه في مدارجها، فخرج جدهم من الحجاز إلى أرض بخارى لخدمة الإسلام، ثم عاد أحفاده مرة أخرى إلى الحجاز، فخرج السيد الختم الكبير رحمه الله تعالى إلى مصر وإلى النوبة، وصل إلى السودان هنا، وصل إلى الحبشة وإلى مصوع وإلى مختلف البلدان، وخلف خلفاءه الذين تعلموا عنه، ثم عاد إلى الحجاز، ثم حملته المحبة أن يرجع مرة أخرى للخدمة، ثانية وثالثة والمرة الرابعة عام 1266، آخر سنة في حياته وقد جاوز 60 من عمره، وهو لا يكاد يستطيع أن يتحرك، وتحمل مشقة السفر، كل هذا بسبب ذوق المحبة. المهم، طيب إلى فين وصلت؟ قال لي: وصلت إلى محمد المهدي. أين محمد المهدي؟ قال: معلوم عند حضرتكم، هو في السرداب هنا. طيب، أنا قرأت في كتبكم أن هناك شيء اسمه الغيبة الصغرى في السرداب. قال: نعم، أنت ما شاء الله تعرف. قلت: نعم. من الذي رووا عن محمد المهدي بن الحسن العسكري في الغيبة الصغرى؟ قال: فلان وفلان. قلت: وفلان وفلان. قال: نعم. قلت: هل يوجد واحد منهم من أهل البيت؟ قال: ماذا تقصيد؟ قلت: أجبني من فضلك، هل يوجد واحد منهم من آل البيت؟ قال: يعني لا يوثق إلا بآل البيت. قلت: معاذ الله، لكن أنت الذي قلت، لماذا لا تأخذ عن أهل البيت؟ فأنا أسألك الآن: أحد منهم من آل البيت؟ قال: لا. قلت: ألم يكن في آل البيت ولا واحد ثقة في ذلك العصر يصرح أن يكون على الأقل خامس الأربعة هؤلاء؟ ثم قلت: اسمع، هذه الخرقة العمامة ألبسني إياها شيخي الحبيب عبد القادر السقاف، وألبسه خرقته بسنده أبوه أحمد بن عبد الرحمن السقاف، عن شيخه علي بن محمد الحبشي، عن شيخه أبي بكر بن عبد الله العطاس، عن شيخه الحسن بن صالح البحر الجفري، عن شيخه عمر بن سقاف الصافي السقاف، عن شيخه الحسن بن علي الجفري، عن شيخه أحمد بن زين الحبشي، عن شيخه عبد الله بن علوي الحداد، عن شيخه عمر بن عبد الرحمن العطاس، عن شيخه الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه شهاب الدين الأكبر، عن أبيه عبد الرحمن بن علي، عن أبيه علي بن أبي بكر، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، عن أبيه محمد بن علي
علي مولى الدويلة، عن أبيه علي بن محمد، عن أبيه علي بن علوي، عن أبيه علوي الغيور، عن أبيه محمد الفقيه المقدم والأستاذ الأعظم، عن أبيه علي، عن أبيه محمد صاحب مرباط، عن أبيه علي خالع قسم، عن أبيه علوي، عن أبيه محمد، عن أبيه عبيد علوي، عن أبيه عبيد الله، عن أبيه أحمد المهاجر، عن أبيه عيسى النقيب، عن أبيه محمد جمال الدين النقيب، عن أبيه علي العريضي، عن أخيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه الصبط الحسين، عن أبيه إمام الأولين والآخرين باب مدينة العلم علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كل هذا السند آل البيت، سلسلة من الذهب، كل من فيها من آل البيت. قلت له: اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها متصل بآل البيت. نحترمكم ولا نذم ولا نكفر كغيرنا، لكن احذروا، إن كنت تقول أنك شيعة آل البيت، نحن آل البيت، تفضل، شيعة معنى الأتباع، ونحن آل البيت تعلمنا أن أصحاب جدنا حماً ممنوع، والذي يتطاول على أصحابه نحن فنقوم أمامه. وأقسم بالله العظيم أن من يتطاول على سيدنا أبي بكر أو سيدنا عمر أو على أحد من الصحابة أشد عندي ممن يتطاول على أبي وأمي وجدي وجدتي، لا يزايدا أحدا علينا في أصحاب رسول الله، لا باسم أهل البيت ولا باسم السنة. هذا منهج ليس فيه عبث ولا يقبل المزايدات. إذا أراد أن يتكلم أحد عن محبة أهل البيت تعالوا إلى السودان، لكن لا تأتوا لتقيموا مراكز ثقافية تزعمون أنكم تنشرون فيها مذهب آل البيت. نحن لا نكرهكم لكن لن نقبل هذا. تريد تعرف محبة آل البيت؟ تعال واجلس في خلوة من خلاوي السودان. لا أقول لك اجلس في زاوية عند شيخ من المشايخ، تعال اشتغل أسبوع ولا شهر وأنت تمسح تغسل بالماء ألواح الحفظ للقرآن الكريم، أو أوقد النار التي يسهر حولها طلبة القرآن وهم يحفظون، والتي للأسف إخوتنا الذين بغوا علينا بالكذب نقلوها بالفيديو على أنها عبادة أو صنمية أو دجل أو حول النار. طيب اختلف معي كما شئت، أحبك وإن أسأت، اختلف معي كما شئت، لكن لا تكذب من فضلك، لأنك إن كنت تعتقد أن منهجك صحيح فأنت غير محتاج للكذب. خل هذا يأتي الذي يريد يتكلم عن حب آل البيت يجلس عند هذا النار أو عند الحوض الذي تغسل فيه ألواح الحفظ ويسمع الأطفال عندما يذكر عندهم أهل البيت كيف يتواجدون. هنا محبة أهل البيت. تعال في ديار أهل البيت هنا في السودان، تعال يسمع يذكر فلان من أهل البيت يصيح الصايح ويبكي الباكي ويتواجد المتواجد. عرفت هذه ما معناها؟ هذه معناها أن دقائق المحبة، أن مدارج المحبة قد أسقيت بها القلوب إلى الحد الذي لا يقبل أن يزايد على أصحابه في حب أهل البيت. إذن ففي مدارج المحبة نحب ما يحب المحبوب ونحبها من يحب المحبوب ونحب ما صنع المحبوب. فننظر إلى من حولينا نظرة محبة. دعونا ننصرف من هذه الليلة وفي قلوبنا معنى المحبة. لا تكرهوا أحد يا إخواني. ليست الهزيمة أن يتكلم عليك أو يؤلب الناس ضدك، ليست الهزيمة أن يضحك على بعض الشباب الذين ما عرفوا الحقيقة فيوهمهم أنك وطريقتك وأشياخك على سوء ويسلط هؤلاء الشباب بحماسة واندفاع ليسبوك أو يسبوا الطريقة. هذا لا تنظر إليه بالبغض، ليست هذه القصة، هذا انظر إليه بالرحمة. والمسكين لو ذاق لعرف. أنت عندما ترى إنسان نشتعل ثيابه بالنار تقوم تسبه أو تحاول تطفئ النار؟ هؤلاء إخوتنا وإن بغوا علينا هم اشتعلت في قلوبهم نار الغضب، والغضب نار الخلط الذي حصل لديهم، فبغضوا وكرهوا. انظر إليهم بعين الرحمة، لا تخرج أن تبغض أحد منهم. أردت تفرح قلب النبي؟ الليلة اغسل قلبك من البغضاء. ليسهم فقط، ها
حتى من أساء إليك على الوصف الشخصي، جار أساء إليك، قريب من أقاربك من أرحامك آذاك، وأنا أعرف ما معنى أن يؤذيك رحمك، لأنه يعرف كيف يؤذيك لأنه يعرفك، ويعرف كيف يؤلمك لأن هذا مؤلم. لكن مع ذلك الليلة الآن قبل أن ينفض المجلس، إن أردت أن تدخل السرور على ساكن الحجرة الشريفة صلى الله عليه وسلم، تريد تفرحه؟ تريد أن يصر منك الليلة؟ مستعد؟ ماذا تدفع مقابل ذلك؟ ماذا تقدم مقابل أن يفرح منك سيدنا محمد؟ مستعد تبذل كل شيء؟ كل شيء حتى روحك؟ المسألة أبسط من الروح، سامح كل من أساء إليك. تريد النبي يفرح الليلة؟ سامح كل من أساء، كل بدون استثناء، كل من أساء إليك. واحد يقول صعب، أنا أعرف أنه صعب، وأحيانا هذا الطلب يكون مؤلم، نعم مؤلم، لأن بعض الذين أساءوا إليك أو يسيئون إلينا يغيرون في الإساءة إلى الحد المتعب، إلى الحد الذي يقطع نياط القلب، أعرف هذا، لكن يستاهل من أجله تخطو خطوة مؤلمة؟ يستاهل تدوس على جمرة من أجله؟ دوس على هذه الجمرة وسامح. واحد قال طيب أنا بقول معكم مسامح، لكن ما أريد أكون كذاب، الله مطلع على السرائر وأجد في قلبي لا يزال ما استطعت أسامح. حتى هذا قل يا رب أنا بلساني أقول مسامح وأود أن أسامح، وقد سامحت فيما أملك فأعني على ما لا أملك، يعينك سبحانه وتعالى. واستشعر معنى قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذن كلنا الساعة هذه نسامح كل من أساء وآذى، سامحتم؟ جميعكم قلتموها، سامحتم؟ كل من لم يقولها الآن يقولها، رجاء لا تفوت فرصة، المجلس هذا معروض على سيدنا محمد. إي والله 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 المجلس معروض على سيدنا محمد، اسما اسما، فردا فردا، رجلا وامرأة. ألم تصلوا عليه في المجلس؟ صلى الله وسلم عليه. ألم يصح عنه أن من صلى عليه يعرض عليه اسمه أنه صلى عليه؟ ألم يأتي في الحديث الصحيح؟ ألم يعدكم أنه يرد عليكم السلام؟ اللهم صلي وسلم عليه. الآن قيل له فلان وفلان وفلان، الآلاف هذه كلها من أمتك اجتمعوا صلوا عليك في المجلس، وأرادوا أن يدخل السرور على قلبك بأن يحيوا سنتك القلبية، وهي سنة السماحة، سنة العفو، سنة الصفح، سنة اذهبوا فأنتم الطلقاء. تريدوا يفرح؟ الساعة الآن انوي من كان بينك وبينه قطيعة رحم، من الليلة تصل هذا الرحم ولو بالهاتف، هم الغلطانين، هم الغلطانين، وستصلهم وسيغلطون عليك مرة واثنين وعشرة ومية. طيب يعني أنا أذل نفسي؟ يستاهل سيدنا محمد تذل نفسه كل ما يستاهل. ما كيف تقول محب إذا مستكثر من أجله تتذلل؟ جارك أساء إليك تحمله وخذ بخاطره، فرح قلب سيدنا محمد. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وصية جبريل لحبيبك، كيف تتعامل معه؟ أصدقائك، زملائك في العمل، الموظفين الذين تديرهم، اتق الله فيهم من هذه الليلة، يحاسبك الله عليهم. ليست المسألة فقط الملك ولا رئيس الدولة، طبعا الحساب على هؤلاء أكبر، نسأل الله أن يعينهم ويلهمهم الرشد، لكن أنت عندك 5 موظفين 10 موظفين، من ولي من أمر أمتي شيئا جيء به يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه، الأصل أنه يغل مدام تولى شيء، فكه عدله أو أرداه ظلمه. انتبه، تحت يدك 15، اتق الله فيهم. ما عندك أحد، عندك الزوجة والأولاد، اتق الله فيهم. عندك زوجك وأولادك، اتق الله فيهم. طيب أنت مدار وفوقك مدير، اتق الله في مديرك، لا تخلي الغضب أو الحسد أو لا، اصدق الله، سامح تسامح. نريد الليلة هذه ليلة سماح. قبول يا أهل السودان؟ سماح، خلاص كلنا نقول سامحنا كل من أساء إلينا، قبلتم؟ نقرأ على ذلك الفاتحة. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.
ونقرأ فاتحة ثانية على نية جميلة أن الناجي منا يأخذ بيد أخيه يوم القيامة إن أذن الله له. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، أحبك الله أحبكم الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تب علينا توبة نصوحا، طهرنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك نظرة منك إلينا وعطفة منك علينا. اللهم انظر إلينا في هذه الساعة نظرة تغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتكشف بها كروبنا. إلهنا وسيدنا وخالقنا وبارئنا ومولانا، ومن أين إليه مصيرنا وعليه معتمدنا. هذه أيدينا إليك مبسوطة، وعواق وأمالنا عليك معقودة وبك منوطة. انظر إلينا نظرة تصلح بها ما فسد، وتطهر بها باطن الروح وظاهر الجسد، ولا تكلنا بعدها إلى أحد، يا فرد يا صمد. اللهم بلغ عنا سيدنا محمدا تحية وسلاما، اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا البلد، وابسط فيه بسط الخير والأمن والإيمان والهدى والبركة والصلاح، وجنبوا أهله أسباب الأذى والبلاء والفتن والمحن والأسواء والقتل والمعاصي والذنوب ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك في هذا المقام، اللهم بارك في إخوتنا من السادة الختمية، في إخوتنا الذين دعونا إلى هذه الرحاب، وبارك في هذا الجمع. اللهم لا تدع في هذا الجمع أحدا إلا وقبلته وقربته وسقيته وغفرت له وتبت عليه. اللهم طهر قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا، وعلانية الفرج عن الأمة، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.